من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم. فجأة ارتسم مشهد لبناني مستجد تحت سقف أرثوذكسي واحد. القوات حليفة لحزب الله وأمل وتيار، الكتائب انفضت عن المستقبل، الاشتراكي لم يستعمل ميزانه وانسحب، والأزرق يقاتل وحده منزوعا من أي سلاح بعدما خذله الحلفاء. أرابي رفعت الأنخاب احتفاء بالأرثوذكسي والإبراء المستحيل وعيد الجنرال. ومن شدة الغبطة ارتكب ميشيل عون مبادرة نوعية واتصل بسمير جعجع للتهنئة بالنصر المشترك. هي احتفالات بالإعاقة اللبنانية ونصر بعودتنا إلى مجموعات وملل وشيوخ عشيرة وملوك طوائف على أحسن تقدير. وفي التوصيف فإن الرئيس سعد الحريري كان الأكثر دقة في التعبير وأعطاء هذا اليوم حقه عندما نعته باليوم الأسود في تاريخ العمل التشريعي. نعم، المستقبل على حق، والسواد الذي تصاعد من تويتر الشيخ سعد هو اللون اللائق بالتركيبة المزهوة بإنجازاتها. ولم تتجنى كتلة المستقبل على المشرعين اليوم عندما اتهمتهم باغتيال الاعتدال في لبنان وبأنهم أقروا مشروعا مدمرا يدخل البلد في منزلق خطر. نواب اللجان اليوم انحرفوا نحو الغرائز الطوائفية واحتساب المقاعد على حساب الشراكة والتعايش، لكن الأرثوذكسي لن يمر في الهيئة العامة والسماء زرقاء، ليس لأنه لن يحظى بأصوات تؤهله للنجاح، بل لكون طائفة سنية على حجم الوطن أعلنت رفضها له. فماذا لو قاطع المستقبل ومعه الاشتراكي جلسة مجلس النواب والعملية الانتخابية لاحقا؟ هل تعود للأرثوذكسي أي شرعية؟ وأين سيذهبون بالطعن الذي وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان؟ لكل هذه العوامل فإن الحكم في آخر الجلسة، والأرثوذكسي أهداه الرئيس نبيه بري لحليف الحليف اليوم هدية في اللجان لينزع روحه في الهيئة العامة بعد أن يكبر لائحة المعازيم على مراسم التشييع. وهذه ليست معلومات مستقاة من دائرته السياسية، إنما قراءة في مواقف بري السابقة التي كان يردد فيها أنه لا يرأس جلسة عامة يقاطعها مكون كبير في الوطن. هذا الوطن محكوم بالتعايش ومبدأ لا غالب ولا مغلوب، وجميع التشكيلات السياسية تدرك واقع البلد السياسي، لكنها أثرت اليوم تسجيل النقاط من خلال الأرثوذكسي. ربحت قوى الثامن من آذار معركة في اللجان، وسددت القوات والكتائب ضربة للمستقبل، وبالنقاط بدأت مرحلة استشارات واتصالات جديدة من موقع القوي والضعيف تمهيدا للعودة إلى المختلط، لكن بفتوى من مخرج المرحلة نبيه بري. إذن اللجان المشتركة تقر اقتراح القانون الأرثوذكسي في ظل انسحاب المستقبل والاشتراكي والنواب المستقلين عفوا. أبصر اقتراح القانون الأرثوذكسي النور وإن بعد مخاض عسير داخل اللجان المشتركة، مخاض حاول نواب المستقبل تأجيله باقتراح إعطاء 48 ساعة لمساعة التوافق قبل التصويت على المادة الثانية من القانون التي تنص على أن ينتخب كل مذهب النوابة تجنبا للانسحاب. فوافق الكتائب والاشتراكي واعترضت القوات مع امتناع جوزيف معلوف عن التصويت، فطرح نواب التغيير والإصلاح الأمر على التصويت، فسقط اقتراح المستقبل بالضربة القوتية إلى جانب حزب الله وحركة أمل والتيار العوني، فانسحب المستقبل والاشتراكي تبعهم النواب المستقلون عن 14 من آذار. وذهب النائب أحمد فتفت إلى حد وصف هذه الخطوة بمحاولة من الفريق الآخر لتغيير النظام السياسي في البلاد، فيما رأى النائب أكرم شيب أنها الطريق الأقصر إلى العنف السياسي. نحن رغم كل ذلك ما زالت يدنا ممدودة، ونحن سنستمر بالتواصل مع الأطراف السياسية المستعدة أن تقدم أي شيء للتوافق. وبيظهر من هذا القانون غالب ومغلوب، والبلد لا يحكم لا بغالب ولا بمغلوب، لا يحكم البلد إلا بالتوافق. إنما نحن نعتبر أنه إقرار الاقتراح الأرثوذكسي سيؤدي الطرح الأرثوذكسي تكون دقيقين، سيؤدي إلى تعريض المسيحيين وميثاق العيش المشترك، سيؤدي إلى تعريضهم إلى خطر كبير لا يمكن أن نوافق عليه. النائب على عون وباسم تكتل التغيير والإصلاح رفض اعتبار الأمر انتصارا لطرف على آخر بالقدر الذي هو احترام للمسار الديمقراطي. نحن ما حققنا انتصار، نحن عم ندفش باتجاه ما نجين ننتصر على حدا. أولا الاقتراح اللي مقدمينه مش انتصار لحدا، لأنه كل طائفة بتاخد حقها وكل فريق سياسي دايما ضمن هيدا. هلأ
النائب جورج عدوان أعلن أن باب التوصل لن يقفل حتى إقرار قانون الانتخاب الجديد في الهيئة العامة، ورد على سؤال عن عدم وقوفهم إلى جانب المستقبل. نحن حزب وقت المنقول كلمة منوقف عندها، نحن حزب بوضوح بقدر ما التزمنا بموقفنا. أنا اليوم بنفس القوة عم قول سنسعى قدما لنفتش على الوفاق. نواب الكتائب وقفوا في حيرة من أمرهم بعد انسحاب نواب المستقبل، فلم ينالوا شرف الانسحاب إلى جانب الحلفاء ولا فرصة التصويت، لأن الرئيس بري كان قد باشر التصويت على القانون في غيابهم خارج القاعة. نحن كحزب كتائب التزاما منا بما قمنا به بالأشهر الماضية كنا إيجابيين بإعطاء مهلة 48 ساعة إضافية قبل إقرار القانون باللجان المشتركة كرمال إفساح المجال أمام توافق بين الجميع بهذه الفترة. رئيس اللجنة الفرعية روبير غانم انتظر حتى إقرار المادتين الثانية والثالثة من القانون قبل أن ينسحب، أما الرئيس بري فأعطى مهلة أسبوع لمساعي التوافق قبل دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وعقد لهذه الغاية اجتماعات متفرقة مع وزير الداخلية مروان شربل وموفد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الوزير السابق خليل الهراوي. 19 شباط تاريخ قد يضاف إلى جانب التواريخ اللبنانية المفصلية في حال وصل قانون اللقاء الأرثوذكسي إلى خواتيمه السعيدة، لكن على ما يبدو أن دونه عقبات عديدة على الرغم من تهليل الموافقين في مقابل ذهاب المعارضين إلى حد وصفه باليوم الأسود وأنه يغير وجه النظام منذ قيام الكيان. من أمام المجلس النيابي، رامز القاضي، قناة الجديد. الرئيس سعد الحريري الذي بدأ وكأنه يتابع تفاصيل جلسة مجلس النواب من الرياض سارع فور انسحاب نوابه من القاعة إلى التغريدة على تويتر، فقال إن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي. ورأى الحريري أيضا أن حزب الله مصاب بداء السلاح غير الشرعي. اجتماع تكتل التغيير والإصلاح يطغى عليه الاحتفال، وعون يصف الأرثوذكسي بأنه إنجاز أعاد الحقوق إلى أصحابها. عادت الحقوق إلى أصحابها من دون المس بحقوق الآخرين، الكلام لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون الذي تبادل ونوابه الأنخاب احتفالا بإنجاز القانون الأرثوذكسي وعيد ميلاده في اليوم عينه، مشيرا إلى اتصال أجراه بالرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع والكاردينال الراعي لتبادل التهنئة بإقرار القانون. لن يكون هناك أي احتكاك بين المذاهب والطوائف لأن المنافسة ستكون في نفس الطائف، وهذا سيعيد الثنائية وتستقيم معها الديمقراطية. أنا بعتقد اليوم حققنا إنجازات كبيرة يلي مستفيدين من الخلل في قانون الانتخاب أكيد ضده، يلي تعود يستفيد من حقوق غيره بصير إذا واحد طلب بهالحقوق لأنه لإله بصير كأنه معتدي على الآخرين وعلى حقوقهم وعم بيمشكل معهم. في سياق آخر علق عون على إضراب هيئة التنسيق النقابية. نحن ما بدنا يتاخد ضرائب من فقير لنعطي فقير ونزيد فقر اثنين، بدنا ناخد من اللي عم بيطلعوا مال لمصلحة الفقراء لربما نخلق من رمم الطبقة الوسطى. وعما نسب إليه بشأن البحرين لفت عون إلى أن هناك حركة مسالمة وتستأهل أن تأخذ مدى حقيقيا في العالم، وأنه لم يدعو إلى ثورة مسلحة ولا إلى التسليح، لكن البعض يريد تكبير الحملة باتخاذ إجراءات ضد اللبنانيين. ما هي الخطوات التالية بعد إقرار اللجان المشتركة القانون الأرثوذكسي؟ هل يقر في مجلس النواب أم يرد؟ تحقيق للزميلة نوال بري. مباركا من أكثرية أعضاء اللجان المشتركة أقر القانون الأرثوذكسي ليتخذ بذلك سبيله إلى مجلس النواب بعد أسبوع إذا لم يتم التوافق على قانون انتخاب بحسب المهلة المعطاة من الرئيس نبيه بري، وإلا فسيدعو إلى اجتماع للهيئة العامة للتصويت عليه. التصويت يجري داخل المجلس بمجرد اكتمال النصاب القانوني البالغ 65 نائبا، وعند إجراء التصويت يقر القانون إذا نال ما مجموعه النصف زائد واحدا من الحاضرين.
الأجواء العامة التي طغت على اجتماع اللجان المشتركة تعطي لمحة مصغرة عما سيكون عليه الحال في مجلس النواب في حال دعوة الهيئة للاجتماع. النواب الرافضون إذا ما حضروا سيصوتون بالرفض، وهم نواب تيار المستقبل، نواب الاشتراكي، والمصنفون في خانة المستقلين في مسيحي الرابع عشر من أذار، أي النواب بطرس حرب، مروان حميدي، روبير غانم، دوري شمعون، فؤاد السعد وأنطوان سعد، أي 33 نائبا من الممكن حتى ألا يشاركوا في الجلسة. الباقي وعددهم 95 نائبا من المرجح أن يصوتوا مع القانون، وهم نواب حركة أمل، حزب الله، تكتل التغيير والإصلاح، الكتائب والقوات. وفي حال إقراره فإنه يرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه أو رده والطعن فيه. إذا ما كان موافق عليه الرئيس سليمان، وهي هي الحال هلأ، بيردوا للمجلس مع تبيان الأسباب القانونية أو الدستورية، ومجلس النواب هو يبت فيه أو بيتشبث أو بيتراجع عنه. يعني الأمر النهائي لمجلس النواب حيكون. نعم. الأمر النهائي بيكون بمجلس النواب. إيه أكيد. وأنا برأيي إنه اليوم أي قانون انتخاب يتفق عليه أو لو يتفق عليه غير ممكن التطبيق ضمن المواعيد القانونية. إذن إما أن يقرر القانون بأكثرية لا تمثل جميع الأقطاب السياسية، وإما أن يجري الخروج بصيغة ترضي جميع الأطراف. بمجلس 72 مثلا ما كنا نمشي بنصاب إذا مؤلف من طرف واحد ومهمش طرف تاني، مثلا بحكومة الرئيس أمين الحافظ، هيدي نموذج. جينا على مجلس النواب في أكترية من المسلمين السنة، النواب إخواننا كانوا مقاطعين الجلسة بقى، وكان في نصاب، فارتقينا بالتشاور نحن بغياب المسلمين اللي هن معنيين مباشرة، كمان ما بدنا نعطي ثقة. حتى الرئيس أمين الحافظ كان من الشهامة والإقدام، إلا أنا كمان ما بدي أخذ ثقة منقوصة. إحدى العقبتين إذن متوقعة بعد أسبوع، إما إقرار الأرثوذكسي وأحداث انقسام سياسي، وإما رده ودراسة قوانين أخرى، أي تأجير للانتخابات فتمديد للمجلس النيابي، أي شرخ أكبر في البلاد. تحرك مدني وشعبي ضد القانون الأرثوذكسي أمام مجلس النواب. في رد فعل مدني وشعبي سريع على إقرار قانون اللقاء الأرثوذكسي في اللجان النيابية المشتركة، تداعى عدد من الناشطين إضافة إلى فاعليات المجتمع المدني إلى اعتصام عند السادسة مساء على مقربة من المجلس النيابي وسط بيروت، دعا خلاله المشاركون إلى قانون انتخابي عصري على أساس نسبي خارج القيد الطائفي مع لبنان دائرة واحدة. يا عيب الشوم عليكم، قرفتونا، طلعتونا من تيابنا، بطل فينا نتحمل استهبالكم لهالشعب، نقاشكاتكم الفارغة، كل قانون ورا قانون أضرب من التاني وعنصري أكتر من التاني، وبعيد إنتاج ذات الطبقة يلي مجوعتنا ومقرفتنا وعم بتهجر لنا شبابنا. يعني أنا إذا كان بطائفتي ناس ما بيعجبوني ما بقدر انتخاب ناس من الشعب اللبناني؟ مش معقولة، هيدا بيوصل البلد للتفتت الكامل. نحن مع النسبية، أنا بدي صوت لنايب يمثلني وين ما كان، ما بدي صوت لقانون يمثلني حسب طائفتي، بدنا نطلع من الفئوية والطائفية والمناطقية بقى. وأكد المعتصمون أن عودتهم إلى الشارع قريبة. وطنك رايح على التقصير. تقرر مهلة جمعة لحتى يبحثوا بالقانون وتدعى الهيئة العامة. نحن من هلأ لوقت أكيد عنا تصعيد، عنا مطالب بدنا نحققها، ورح يكون في عنا تحرك بالأسبوع القادم. هذا وقد اضطرت القوى الأمنية إلى تحويل السير بعد أن قطع المعتصمون الطريق أكثر من مرة أمام السيارات. هيئة التنسيق النقابية تعلن إضرابا مفتوحا ابتداء من اليوم، واعتصام مركزي أمام السرايا الحكومية للمطالبة بإقرار السلسلة، وإلا فالبلاد ذاهبة نحو الشلل. يا دولة الرئيس ما مات على بلادي. لم يمر الاثنين كما أملت هيئة التنسيق النقابية، فاستبدلت الخطة باء التي وضعها ميقاتي في الأيام الأخيرة بالخطة ألف المقررة مسبقا من قبل الهيئة.
والإضراب المفتوح شق طريقه مجدداً من أمام السرايا الحكومي. وبدل أن تؤمن الحكومة تمويل السلسلة من هذه المصادر، يحاولون تمويلها على حساب أصحابها. يقولون للناس السلسلة أقرت، بينما هم يعملون على تخفيضها خلافا للاتفاقات. يقولون للناس السلسلة أقرت وهم يعملون على تقسيط زيادتها وفروقاتها ودرجاتها وعلى 5 سنوات وخلافا للاتفاقات. وقت اللي بيقول دولة الرئيس يا عمي احنا متفقين على كل شيء، في شغلة وحدة فقط منا متفقين عليها هي نظام التقاعد، ولكن هيدي ما بتشكل عائق للإحالة. إذا متفقين على كل شيء والتقاعد ما بيشكل عائق للإحالة، فحيلة يا دولة الرئيس. واحد اثنين، دولته قال إنه المال تأمل ما عاد في مشكل. وإذا كانت القصة بالمجلس التنظيم المدني الأعلى معالي الوزير عريضي بعد الظهر عطال أرقام. وفد الهيئة الذي زار السرايا خرج بعد لقاء ميقاتي من دون نتيجة، خبر كان يتوقعه المعتصمون، فعندما كانت الأجواء إيجابية لم يلتمسوا أي انفراج، فكيف بعد إلغاء الجلسة؟ أرادوها معركة فهي معركة مكشوفة، وعليهم يوم غد. ردوا عليهم عبكرة. اعتصامات والزحف على السرايات الحكومية في المناطق. في انتظار انعقاد الجلسة المقبلة، الإضراب سيبقى مفتوحاً أمام أي احتمال. السلسلة أقرت والإضراب ألغي. من سمع الرئيس نجيب ميقاتي وهو يتحدث أمام الصحفيين نهار الجمعة لتأكد بأن هذا السيناريو هو الذي سينفذ هذا الأسبوع، إلا أن إلغاء جلسة مجلس الوزراء نهار الاثنين أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، لتشهد البلاد هذه الأيام إضراباً مفتوحاً واعتصامات متعددة في كافة المناطق. من أمام السرايا الحكومي، نوال بري، قناة الجديد. إلى السرايا توجه وفد هيئة التنسيق بعد الاعتصام في ساحة رياض الصلح، لكن نتيجة الاجتماع بدت سلبية. هذا القصر الحكومي هذا اللي هون، هذا لازم يكون قصر للشعب، مش قصر للتجار، مش قصر للهيئات الاقتصادية اللي بتشتغل بكل شيء إلا بالاقتصاد. آن الأوان لهالشعب اللبناني، مش بس لمعلمين وموظفين، ينتفض. آن الأوان للشعب اللبناني أن ينتفض على هذه السياسات. بعد أقل من نصف ساعة خرج وفد هيئة التنسيق النقابية من لقائه مع الرئيس نجيب ميقاتي ليعلن فشل الاجتماع. وبحسب المعلومات فإن رئيس الحكومة تمنى تخفيف الإضرابات، لكن الهيئة أكدت أنها لن تخرج من الشارع ولن تنهي التصعيد إلا مع إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. ما قالنا شيء، ما عنده شيء يقوله، بعده عند موقفه، بل بالعكس عم يطلب منا نوقف التحرك مقابل لا شيء. نحن بنعتبر نتائج الاجتماع سلبية، وبالتالي موقف هيئة التنسيق النقابية يبقى على حاله الاستمرار بالإضراب المفتوح وتنفيذ الاعتصامات يوم غد. نحن بهيئة التنسيق بلش إضرابنا اليوم، ما بقى نطلع من الشارع ويتوقعوا خطوة يوم الخميس مش متوقعينا. طيب انه دعت لمجلس الوزراء يوم الاثنين مشان شو؟ دولة الرئيس الجمعة والسبت انتو سمعتوا بالصوت والصورة قال خلصت ستحال التنين، تأمل التمويل خلصت ستحال التنين، واشتغلنا على هالأساس. هلأ منطلع باجتماع عند دولة الرئيس ما في شيء. نحن طلبنا منه انه جلسة غدا، جلسة غد تحولت من بعد الظهر لقبل الظهر، بالقصر الجمهوري الساعة 10 قبل الظهر، تيفل تعرض وتحال. ما عنده شيء يقدمه. نحن برأينا هو ذاك ضغوطات كتير كبيرة من الهيئات الاقتصادية، فلتتحمل الهيئات الاقتصادية والحكومة مجتمعة وكل القوى السياسية اللي عملت معنا اجتماعات وما عم تدافع عن هذه الاتفاقات مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع إذا استمرت هيئة التنسيق النقابية بالإضراب المفتوح للآخر. فشل المباحثات لم يحل دون التئام اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تمويل السلسلة، ووفقاً لمصادر اللجنة فهي لم تطلع على تقرير التنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار في العقارات غير المبنية أو ما يعرف بطابق ميقاتي، إذ إن
التقرير لم يردها رسمياً، إلا أن الوزراء بثوا مصادر تمويل أخرى لرفعها إلى مجلس الوزراء كزيادة الرسوم على رخص البناء وعلى الكحول، إضافة إلى الضريبة على الأملاك البحرية، وتوفر مجتمعة نحو 800 مليار ليرة من تكلفة السلسلة. كما توافق أعضاء اللجنة على تخفيض 5% من الزيادات على مجمل السلسلة. ما هي تكلفة يوم إضراب على الدولة؟ تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. وتعطلت لغة الكلام بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة الميقاتية وانكسرت الجرة، فنفذت هيئة التنسيق تهديدها ونزلت الشارع بثقلها، فدخلت البلاد في نفق إضراب مفتوح لا تعرف نهايته، والسبب مماطلة الحكومة وتسويفها وعدم تحويلها سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي. وبعيداً من مدى أحقية إقرار السلسلة، فإن المتابع لا يسعه سوى التوقف عند الأضرار الاقتصادية التي يسببها كل يوم إضراب. الناتج المحلي بلبنان سنوياً بقدره ب 42 مليار دولار، معناتها أنه عندنا إنتاج يومي بحدود 140 مليون دولار. لما بيكون في إضراب يعم الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية وبعض أيضاً مدارس القطاع الخاص، هيدا يعني أنه هذا الإضراب بحد ذاته بده يؤثر على الإنتاج اليومي، يعني بده يخفض من قيمة 140 مليون دولار، واحد واثنين رح يكون له انعكاسات على بقية القطاعات، يعني على القطاع الزراعي وعلى القطاع الصناعي وعلى القطاع التجاري وعلى القطاع السياحي وعلى قطاع النقل إلى آخره، هيدي انعكاساته غير مباشرة. وأنا شخصيا بقدر كلفة هذا الإضراب، الكلفة اليومية لمثل هذا الإضراب بحدود 40 مليون دولار، وبعتقد انه نحن بغنى عن خسائر. بالنهار الواحد. نعم 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 بالنهار الواحد. دكتور يشوعي، وعندما تقول الهيئات الاقتصاديه ببيانها الاخير ان تكلفه الاضراب العام مهما طال اقل بكثير من تكلفه اقرار السلسله بالشكل غير المسؤول والمطروح عليها، الهيئات الاقتصاديه هي كمان ايضا على حق، لانه لا تريد ان ترى اي زياده في الاعباء الضريبيه، ما بدها أي زيادة بالأعباء الضريبية، وكمان بتخاف من التضخم. وفي أول أيام الإضراب المطلبي المفتوح تفاوتت نسبة التزامه، أساتذة التعليم الرسمي وموظفو الدوائر والهيئات الرسمية التزموا تماماً الإضراب، فلم يحضروا إلى مكاتبهم، وبعضهم حضر ولكن من دون مزاولة عملهم. أما المدارس الخاصة وتحديداً الكاثوليكية والأرثوذكسية فرأت نفسها غير معنية بهذا التحرك، وفتحت أبوابها أمام تلامذتها كالمعتاد. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن مدرسة مارلياس بطينة والتي يدرس فيها رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب كانت أول المنشقين. نحن مع إضراب الأساتذة أكيد، لأنه أول شيء نحن منقدر منعطل نرتاح، ثاني شيء اليوم أول يوم إكزاما يعني كنت منبسط نقعد بالبيت، ثاني شيء منشان الأساتذة حرام يعني لازم يحصلوا حقوقهم. اليوم كان مدرسة دراسة عادي، عندنا امتحانات وجو امتحانات طبيعي، بس يعني كان بنفضل إنه نحن نضرب، كنا نعطل نظهر أحسن، والأساتذة يعني حقهم صحيح ما ماشي غلط. بس هيدا مش الوقت المناسب ليطلبوا السلسلة، لأنه في مدارس وفي ناس بده يتعلموا وعندنا بريفي هالسنة وعندنا شهادة رسمية. إذن 40 مليون دولار خسرها لبنان اليوم المرهق اقتصاديا في الأساس مع أول يوم إضرابي. فكم ستكون تكلفة الإضراب العامة في حال طال الجفاء وطال أمد الإضراب؟ دارين دعبوس، قناة الجديد. انفجاران في حلب ودمشق يخلفان عشرات القتلى والجرحى والبحث جار عن مفقودين، والجيش الحر ينفي تهديده بالرد على ما سماه مصادر نيران حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وتوجه أمريكي لتسليح المعارضة. أسفرت آخر مستجدات الواقع السوري الدموي عن هجوم صاروخي شنه الجيش السوري النظامي على حي يخضع لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، راح ضحيته نحو 20 قتيلا وعشرات الجرحى، في حين لا يزال أكثر من 25 في عداد المفقودين تحت الركام. المعارضة أشارت إلى أنه جرى التعرف على الصاروخ من بقاياه وهو من نوع سكاد، وقد أدى إلى إسقاط ثلاث مبان متجاورة في حي جبل بدرو، حيث يجري استخراج
الجثث تدريجيا، وبينهم أطفال لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفيات. وأظهرت لقطات فيديو عشرات الأشخاص وهم ينقبون في الموقع بحثا عن ضحايا مفقودين، وعرضت اللقطات رضيعا قيل إنه انتشل من تحت الأنقاض وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بين أيدي الأطباء في مستشفى قريب. كما ظهر عبد الجبار العكيدي رئيس المجلس العسكري في حلب وهو يتفقد الموقع. إلى ذلك هز منطقة جديدة الفضل في ريف دمشق انفجار سيارة مفخخة محملة بكيلوغرامات عدة من المتفجرات استهدفت شارع المستوصف في المنطقة، وخلف الانفجار عددا من القتلى والجرحى فضلا عن الدمار الهائل في الممتلكات. إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر مسؤول أن قذيفتي هاون سقطتا قرب السور الجنوبي لقصر تشرين الرئاسي في دمشق وأسفرتا عن أضرار مادية فقط. وكان بيان موقع باسم قيادة الجيش السوري الحر قد توعد بالرد على مصادر نيران حزب الله وإخمادها داخل الأراضي اللبنانية في حال لم تتوقف عمليات حزب الله في سوريا خلال 48 ساعة. سياسيا لمحت روسيا على لسان نائب وزير الخارجية جنادي كاتيلوف إلى أن موسكو لن تؤيد دعوات بإحالة مجرمي حرب مشتبه فيهم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من تردد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن بإقرار مساعدات عسكرية إلى الثوار في سوريا، فإن النقاشات حول هذا الموضوع لم تغلق. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين إن موضوع تسليح جماعات محددة من الثوار قد يعاد فتحه إذا استمرت الأوضاع السورية في التدهور. رئيس الحكومة التونسية يستقيل من منصبه. الأزمة السورية تتصدر لقاء بوتين والملك الأردني، وأوباما يحذر من تقليص الميزانية الفيدرالية. التفاصيل في هذا التقرير. استقال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي من منصبه بعد إعلانه الفشل في تكوين حكومة كفاءات غير سياسية، معمقا بذلك الأزمة السياسية التي هزت البلاد بعد مقتل زعيم المعارضة شكري بلعيد مؤخرا. وقال الجبالي في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس الجمهورية: قدمت لرئيس الجمهورية استقالتي. الآن ما قامش الساعة ولا باستقالة الحكومة ولا غير. الآن ربما يسأل سائل: هل سأكون من المترشحين لتشكيل حكومة جديدة؟ أنا ما زلت على قناعتي بالمبادرة حكومة الكفاءات الوطنية، ولكن أيضا ما زلت على عهدي بخدمة شعبي، ولكن بشروط أن تكون لخدمة شعب. في أحد المقار الرئاسية قرب موسكو بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التطورات والأوضاع في الشرق الأوسط مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وقد تصدرت الأزمة السورية المحادثات إلى جانب جهود التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وفقا لحل الدولتين. الملك عبد الله أكد أن الربيع العربي شكل فرصة للأردن في المضي قدما وبثبات في عملية الإصلاح، وناقش الطرفان تداعيات الأزمة السورية وشددا على ضرورة إيجاد حل شامل يضم جميع الأطراف بما ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن تقليص نفقات الميزانية الفيدرالية سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي، وقال في خطاب له: هذا التقليص ليس عادلا أو ذكيا، إنه سيضر اقتصادنا وسيفقد آلاف الأمريكيين عملهم. وأشار إلى أن احتمال التقليص قد تسبب في امتناع البحرية الأمريكية عن إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، وقال: مثل هذه التغييرات تؤثر في قدرتنا في الرد على التهديدات في مناطق العالم غير المستقرة، داعيا السلطة التشريعية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات من أجل تجنب تقليص الميزانية. مهرجان ربيع سوق واقف في الدوحة مستمر، والزميل شادي خليفي يلتقي على هامش المهرجان الفنانة نانسي عجرم. ما
مساء الخير. بعدنا عم نطلع عليكم بالنشرة الفنية من العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا من مهرجان ربيع سوق واقف 2013. ومثل ما شايفين انا موجود هلا بسوق واقف يلي المهرجان بيحمل اسمه ومعظم النجوم يلي عم بيشاركوا عم نشوفهم تباعا بنشرتنا الفنية. والليلة رح نكون مع النجمة نانسي عجرم يلي حضرت لاحياء حفلتين، وهن حفلتين مخصصتين للاطفال. كيف كانت اجواء الحفلات؟ رح نتابع سوا، بالاضافة لمقابلة مع نانسي حكيت فيها عن مشاركتها بهالمهرجان، عن حب الأطفال لها من بعد ما قدمت لهم ألبومين مخصصين لألهم، وأيضا رح نسألها عن ديو مع راغب علامة، ديو مع إليسا، وإذا بين أحلام وراغب علامة بكرة ببرنامج أرب أيدل رح يصير في تجاذب، مين بده يجذبها أكثر لإله. كل هيدي التفاصيل رح نتابعها سوا. يا بنت يا بنت يا بنت نانسي، حضرنا الحفلة وعم نشوف هلأ مشاهد منها، معقول قد ايه بيحبوك الولاد؟ وأنا كمان بحبهم. دايماً بيقولوا بأنه الولد هو معيار حقيقي، يعني إذا حب الولد الشخص بيكون حبه بصدق. قد ايه بتنبسطي لما تشوفيهم؟ وقد ايه صارت عاطفتك تجاههم كبيرة لأن بتشوفي بكل حدا منهم ميلا وإلا؟ ما في شك أبداً أنه من بعد ميلا وإلا صرت حس أكتر بالطفل، وصرت حس شو بحب، وصرت هيك أشوف بعيونه أكتر أو بعيوني أنا قرب لإله أكتر، مع أنه شخبط شخبيت وشاطر شاطر كانوا قبل ما اتزوج. من المشاريع المقبلة في ديو مع راغب علامة، سمعت الديو بلش صار قيد التحضير؟ سمعت أوله، كتير غنية حلوة وكتير مهضومة، وإن شاء الله تكون إن شاء الله يحبوها الناس، وأنا أكيد إنه بيحبوها الناس لأنه قريبة كتير منهم، وأكيد بس يجمعنا ديو أنا وراغب، يعني جمهور راغب وجمهوري أكيد رح يعني رح يكون شيء حلو كتير. حتى كمان إليسا كانت قالت بأنه ما نحكى عن ديو فعلي، ولكن إذا كان في ديو مع نانسي بحس أنه ممكن يطلع شيء مهضوم، بتصريح لها مش من زمان. بتحسي بأنه كومبينيشن حلوة؟ أكيد كمان بنتين يعني، وأنا وإليسا أكيد بيطلع، نحن حكينا فيه مرة بس ما عدنا يعني ما عدنا قعدنا وما عدنا أخذنا الأمور هيك بجدية أكتر. صراع بكره راغب واحلام في ارب ايدل، بحس الاثنين بدهم يستملوك كل واحد لميلته بمحبته. انا المسالمه باللجنه، وهلا بيطلع لي طرطوشه من هون طرطوشه من هون مالي، بس انه لا بس بتعرف يمكن لو ما بيصير فيها الخلافات ما كنا منطلع مواهب عن جد تكون كبيره، لانه هني على صعيد الشخصي أصحاب كتير، بس لما كل واحد منا بيكون عنده آراء فأكيد بده يكون في شوية هيك شوية اختلاف بوجهة النظر أكيد. وختام النشرة مع لقطة اليوم. Oh, my God.
bam boo boo bo ba dum bam boo boo ba dum bam boo ba 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 dum bam. كان في النشرة خلطة نيابية تربح الأرثوذكسي. رجعت انتصرت الديمقراطية. وكتلة المستقبل تعترض انسحابا. نعتبر أن مواصلة النقاش هي محاولة لنسف التوافق الممكن يحصل. يوم أسود للحريري. عون يحتفل. والإصلاح الانتخابي يحتاج. فشل لقاء السرايا والتنسيق ماضية في الإضراب المفتوح. اعتصامات والزحف على السرايات الحكومية في المناطق. تابعتم في الخاص تكلفة يوم واحد إضراب. كلفة اليومية بمثل هذا الإضراب بحدود 40 مليون دولار. هاون على قصر تشرين والحر يمهل حزب الله. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.